مشاهد موثقة لعمل كوسيدا بمحطة المترو الجديدة بالمطار الدولي قبل ثوان قليلة تفصل عن خروج آلة حفر المترو بالمطار. عمال كلهم يترصدون وبفرحة دام انتظارها بعد عمل وشقاء. بعد تعب وشقاء نشكروا كاع الخدامين تاعنا كاع العمال مؤسسة كوسيدار، وان شاء الله المزيد من النجاحات ان شاء الله والعقوبة الماخر ان شاء الله. راكم فرحانين اليوم في الحفر؟ راك تشوف يعني فرحة لا توصف، الحمد لله كان شوية يعني بريسيون، والحمد لله جازت. لا ان شاء الله كاع يكونوا فرحانين وان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله. الاخر فرحة كبيرة الحمد لله، تعبنا بزاف سيرتو لا بيريود هذه اللي فاتت راك تعرف، مي الحمد لله ان شاء الله نزيدو نفرحوهم ونخدمو خدمه من قلبنا ان شاء الله. بيان سور حاجه باينه، هذه هي الصح، كي ما تفرحش دوكا وقتاش حتفرح؟ حفر دام لسنوات ومنذ بدايه المشروع والعمال كلهم اصرار من اجل استكمال الحفر في الاجل المطلوبه. بون تعبنا وشقينا والحمد لله كوسيدار معروفه شركه كبيره، والتعب تاعنا ما راحش هكذا برك هكذا والحمد لله، وان شاء الله يكونوا مشاريع اخرى. تتراوح نسبه الانجاز الى حوالي اكثر من 70%. لهنايا يعني لي طرافو الاشغال تمتد على طول 9.5 كيلومتر من انجاز انفاق وانجاز المحطات وكذلك انجاز لي بي دو فونتيلاسيون. بالرغم من وجود بعض التعثرات التي قابلت العمال المعنيين، غير أن أولوياتهم تكمن في رفع التحدي لمواصلة إنجاز المترو باعتباره من بين أهم المحطات.